السيارة في الكوكب البحرية تحيا مصر. الكراكة البحرية تحيا مصر. الطاقة الإنتاجية لها 2500 طن رمال في الساعة. تتواجد الكراكة ومصنع التركيز في بحيرة صناعية بطول 320 متر وعرض 220 متر وعمق 5 متر. ويتم سحب الرمال من موقع التنجيم إلى مصنع التركيز عن طريق خراطيم مرنة مثبتة على كوبري العام. وعلى يمين سيادتك يا فندم وعلى مسافة 250 متر المنطقة المميزة بعدد 2 بارك أحمر يتم تجميع الركاز لتقييم الاقتصادية العالية. في مواجهة سيادتك يا فندم وعلى مسافة 380 متر المنطقة المميزة بعدد 2 بارك أخضر يتم تجميع الشوائب والرمال غير اقتصادية. أي أوامر يا فندم؟ تمام يا فندم. مهندس حسام عرفة مسؤول عن الصيانة والتشغيل بالكراكة. من هنا يا فندم في كابينة التشغيل والقيادة بالكراكة البحرية تحيا مصر. كابينة القيادة يا فندم مجهزة بمجموعة من المفاتيح والشاشات للتحكم في التشغيل ومتابعة عملية التنجيم. يتم يا فندم استخدام مدفع المياه النفاث في اتجاه الكثبان الرملية بقوة 5 بار لتهييل الرمال في قاع البحيرة. ثم يتم يا فندم سحب الرمال المختلطة بالمياه بواسطة الرأس القاطع. يعني يا حسام أيوة كلمني كده على الرمل اللي فوق اللي بيشبه اللي فوق بس كده يا فندم للقاع اللي تحت لسه ما بيش من تحت خالص. لا ده لتهييل الرمال في قاع البحيرة. ثم يتم يا فندم سحب الرمال المختلطة بالمياه بواسطة الرأس القاطع وهي قدام سيادتك نازل تحت يا فندم. ايوه بمعدل 2500 طن رمال في الساعة. ثم يتم يا فندم نقلها عبر مجموعة من الخراطيم العائمة إلى مصنع التركيز العائم لاستخلاص قدام سيادتك فندم لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصادية من الرمال. معدل تقدم الكراكة 1 كيلومتر في العام. أي أوامر يا فندم؟ شغل أحسن ده ركاز الأسود يا فندم ركاز المعادن الست معادن الجامعية مع بعض اللي في اليمين اللي في اليمين الأسود ده بعد كده بعد كده بنقول ودي مجمع مصر. استنى أنا أقول لك يا أرشم الجزء اللي ورا ده بلاند ستاكر بتاع التيل بياخد الرملة من ورا نازلة ورا برد مران الحيرة وهعمل لحماية الشواطئ حاجز ارتفاع 6 متر وعرض 10 متر عشان أحمي المنطقة دي برضو عشان أعمل الفايدة التانية يا فندم المشروع هنا ان الكثبان الرملية هنا في البروج بتوصل ارتفاعاتها لحد 32 كيلو طبيعية كده طبيعية الحمد لله بس مع الحركة اللي هي يا فندم بتنزل على الطريق الدولي وتدخل على المباني بتاعت الكرة بتاعت الإلكتريك بتسحب عليهم فده من ضمن الحاجات اللي هتبقى حماية البيئة حماية البيئة وحماية الطريق ده البداية زي ما قلت ساعة يا فندم احنا دلوقتي الحمد لله احنا وصلنا ل 10 و12 متر في خانات اقتصادية ان شاء الله عمر المشروع هنا هيتضاعف يا فندم يعني بدل ما تقعد هنا سنه هتقعد مثلا سنتين بس تمام مش كده تمام عمر المشروع 20 سنه ممكن يوصل لا بتكلم على البحر دي يا بدر طبعا يا فندم معدل الانتقال نفسه هيتضاعف لان هي كانت بتمشي في الشارع على 5 متر بس دلوقتي بقينا ننزل 10 و12 متر. دي كراكه كده جايه بتفاصيلها جايه بتفاصيلها من هولندا اوكي اهو اول كراكه في مصر 10 متر 60 وغير 103 كانت البرازيل مخصوص للكهرباء حتى لما توقفنا هنا بدل ما اشتغل كهرباء وفي ملابسات للبيئه والكلام ده كله وطلبنا فصممنا كان اول انتاج لشركه داخل الكهرباء دي تحيا مصر في الكهرباء داخل ورانا البرازيل على طول عشان عندهم رمله سودا برضه خدوا نفس الكهرباء. احنا فندم هنا في حاجه عشان التركيزات عندنا عاليه جدا يا فندم. طب تقدر تكلم كنترول بشر تقريبا 6% شكرا
ان عشان تبقى عاليه هنا كانت بتوصل 4%، فاحنا الكراكه بالنسبه جدا هتكون خصوصا السن. اكشن نزل خلاص تمام كده. فندم ده ممكن يتعمل جزء من ده، 7 10%